السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة ماسترو بهجاجة، أهلا بكم. تنطلق بمشيئة الله تعالى تصفيات دورة الألعاب الأولمبية باريس 24 للكرة الطائرة في اليابان خلال الفترة من 25 سبتمبر وحتى 8 أكتوبر 2023، وأوقعت قرعة البطولة منتخب مصر الأول للكرة الطائرة رجال في المجموعة الثانية، والتي تضم كل من المنتخب الياباني والمنتخب الأمريكي ومنتخب سلوفينيا ومنتخب صربيا ومنتخب تركيا ومنتخب تونس ومنتخب فنلندا، ويتم تصعيد الأول والثاني في كل مجموعة إلى أولمبياد باريس 2024 بجانب البلد المستضيف وبطل العالم إلى الأولمبياد. ويذكر أن مسؤولي الاتحاد المصري لكرة الطائرة أعلن في وقت سابق اقتراب الاتفاق مع المدير الفني الأجنبي لقيادة منتخب مصر للكرة الطائرة خلال تصفيات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. وإليكم أعزائي المشاهدين جدول مباريات مصر في تصفيات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. يلتقي بمشيئة الله تعالى يوم 30 سبتمبر منتخب مصر والمنتخب الأمريكي في تمام الساعة 9 صباحا، ويوم 1 أكتوبر يلتقي المنتخب المصري مع منتخب اليابان في تمام الساعة 12:30 ظهرا. أما ثالث مباريات منتخب مصر فتقام يوم 3 أكتوبر وتجمع المنتخب المصري ومنتخب صربيا في تمام الساعة 6 صباحا. أما رابع مباريات منتخب مصر فتقام يوم 4 أكتوبر وتجمع المنتخب المصري والمنتخب السلوفيني في تمام الساعة 3 صباحا. خامس مباريات مصر تجمع منتخب مصر والمنتخب التونسي في تمام الساعة 6 صباحا يوم 6 أكتوبر. أما يوم 7 أكتوبر بمشيئة الله تعالى فيلتقي المنتخب المصري والمنتخب التركي في تمام الساعة 6 صباحا. وآخر مباريات مصر فتقام يوم 8 أكتوبر وتجمع المنتخب المصري والمنتخب الفنلندي، وتقام أيضا في تمام الساعة 6 صباحا. بالتوفيق إن شاء الله للمنتخب المصري لكرة الطائرة رجال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.